بتلعب لعبه بابجي؟ اكيد. لا بصراحه ما جربتش. بلعب لعبه بابجي. لا موبايل ما فيهوش مساحه، ما عنديش اي فضول ان انا العبها بصراحه. ليك صحاب بيلعبوها؟ كل صحابي بيلعبوها، بنات واولاد. ليا اصحاب كتير. كتير. صحابي كلهم شلتي. طبعا صحابي كلهم، يعني كلهم تقريبا. ايه اكتر موقف كوميدي حصل معاهم؟ كان معانا واحد لسه اول مره يلعبها، فاحنا راكبين عربيه فيها فرمى فيها قنبله، فالعربيه فجرت بينا كلنا. كنا في الشغل ودخل عندنا عميل وواحد زميلي قاعد بيلعبها يعني، فاول ما جه بيقول له عايز كذا، قال له ثواني بموت. كان في صعايده بيتكلموا، فصاحبتي عامله نفسها يعني من انجلترا وكده فبتتكلم انجلش، فبيقولها بتقول ايه داي. ما بنلعب انا واصحابي على طول يعني، بخليهم مثلا ساعات راكبين عربيه ولا حاجه ونجري كده، اروح واقف جنبهم شويه اروح من القنبله واسيبهم ماشي. انت ايه رايك في موضوع ان الحكومه عايزه تمنعها؟ مش متابعاها خالص يعني، بس هي ليه الحكومه عايزه تلغيها اصلا؟ محدش هيعرف ليه؟ هيتغير في بان بتاعها على طول هنلعب تاني. يمنعوا ليه اللعبه يعني؟ الناس سيبوا الناس تلعب. تفاهم يلغوها ليه؟ موضوع اللعبه يعني بيقولوا فيها بتضيع وقت كتير وتسبب مشاكل يعني.